بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله مكملين في دورة تفاصيل التسليح. الكورس اللي احنا شغالين عليه mainly بيركز على ال LED وال splice lens اللي هم أهم حاجتين، ولكن تفاصيل التسليح بقى ومتطلبات الكور لتفاصيل التسليح هنحاول نلم منها اللي نقدر نلمه. ولكن المهم أو المين توبيك هو ال LED وال splice lens. احنا شرحنا طبعا المرتين اللي فاتوا ال LED، النهارده عايزين نعرف ال splice lens. اولا ايه هي ال splice؟ طبعا طبيعي جدا ان الاسياخ بتجيني طبعا غالبا 12 متر طولها، فالاسياخ احيانا بتاثر معايا، فبحتاج ان انا اوصل الاسياخ دي اعمل لها splice، تمام؟ فهو ده اللي بيضطرني ان انا ايه الجا لحسابات اللي هي ال splice. طبعا ال splice انواع، احنا هناخد الاكثر انتشارا يعني، وهنرتبهم من حيث الأكثر انتشارا في الأقل انتشارا. عندي طبعا أكتر أنواع الوصلات انتشارا وأكترها اللي احنا بنشتغل بيها هي اللاب سبلايس. اللاب سبلايس اللي هي الوصلات بالتراكب، وهنعرف دلوقتي أنواعها إن شاء الله. الوصلات بالتراكب هي زي ما احنا قلنا هي الأكثر انتشارا، ولحد أقطار معينة اللي هو لحد قطر 36 مللي مسموح ان انت تستخدم اللاب سبلايس، وبما انها هي الاكثر انتشار فان شاء الله احنا ايه هنركز عليها اكتر حاجه. النوع الثاني من الوصلات هي الميكانيكال سبلايس، ودي بتلجأ لها لو ما حققتش اشتراطات الكود لللاب سبلايس، يعني لو القطر زاد مثلا عن 36 مللي، او لو عندك ظروف ما بتمنعك ان انت تعمل لاب سبلايس. النوع الثالث هو الويلد سبلايس او الويلد لاب سبلايس اللي هي وصلات اللحام، ودي طبعا شروطها كلها تنطبق على الكود اي دبليو اس. يعني انت لازم عشان تشوف وصلات اللحام وشروط وصلات اللحام تبقى الكود الامريكي، لازم تقرا الايه الامريكان ويلدنج كود، خلاص. ف النوع الرابع بقى اللي هو الاند بيرنج سبلايسز. الاند بيرنج سبلايسز دي بتستخدم في حاله الكومبريشن بس، يعني الاسياخ اللي في العناصر المعرضه للكومبريشن، ودي كل قصتها ان انا عندي سيخ عايز اوصله aligned على يعني على نفس السنتر لاين بتاع السيخ، وعايز اوصله باستخدام ديفايس، يعني بركب حاجه كده بقفلها على السيخ. وفي منها انواع كتير على حسب الاي اس تي ام طبعا اللي هو الامريكان سبيسيفيكيشنز، هتلاقي فيها ايه الانواع دي، ونحاول ان شاء الله ان احنا نرفقها لكم. فالاند بيرنج سبلايسز دي بس كل قصتها ان انا بوصل الاسياخ في منطقه الكومبريشن، وطبعا عشان تشتغل بيها هي او الكابلر الكود عمره ما هيجي يقول لك والله الاند بيرنج سبلايس طولها كذا وبتتحسب بكذا، لان دي عباره عن ديفايسز او بتبقى عباره عن قطع بتتصنع يعني مخصوص لموضوع الوصلات، وكل قطعه وكل مورد بيبقى له الاشكال والانواع. فبالتالي الكود الامريكي اصلا دايما بيقول لك دي سبجكت تو تيست ابروفال، يعني انت دلوقتي بتعمل تيستنج والاستشاري بتاعك بيوافق لك على نتائج التيست ده، وبناء عليه بتختار نوع الوصلات دي. فمش هتلاقي في الكود الامريكي يقول لك مثلا ده طول الوصله الميكانيكيه كذا، ده تخانه الجلبه بتاعت الوصله الميكانيكيه كذا، مش هتلاقي الكلام ده. طبعا الصور اللي انتم شايفينها دي من السي ار اس اي اللي هو كونكريت رينفورسنج ستيل انستيتيوت، تمام؟ ودي ممكن انا حاطط الويب سايت بتاعها لو حابين تشوفوه، وبتنزل مقالات كويسه فيما يخص حديد التسليح وكده. اول حاجه عايزين نتكلم عن السبلايسز. السبلايسز لها شروط، احنا هناخد الايه الشروط الاساسيه اللي منها. زي ما احنا ذكرنا من شويه ان اللاب سبلايس لحد 36 مللي، اكتر من كده مش مسموح، تمام. بعد كده بيتكلم عن الكونتاكت سبلايسز. هنا في البند 25 5 1 2 بيتكلم على المسافات البينيه ما بين الاسياخ، نفس البند اللي اتذكر قبل كده. فهو هنا بس بيعمل هايلايت على حاجه، ان انا قلت لك لو انت عندك اسياخ في بينهم مسافات بينيه لازم تحافظ عليها، اللي هي بتبقى الاكبر من قطر اكبر سيخ او واحد وثلث المقاس لاعتبار الاكبر، اكبر حبه ركام في خلطه الخرسانه، او 25 ملم. الكود بس بيعمل لك هنا هايلايت ان لو عندك برضو اسياخ موصوله فالمسافه الفاضيه ما بين الاسياخ بالشكل ده زي ما انت شايف كده، او لو كان سيخ موصول واللي ليه غير موصول برضو المسافه الفاضيه اللي هنا لازم ينطبق عليها نفس الشروط بتاعه المسافات البينيه بين الاسياخ. هو ده البند 25 5 1 2. بعد كده النون كونتاكت سبلايسز، عايز بس اعمل هايلايت على حاجه
ان في حاجات احنا دايما بنخاف منها وبنعتبرها طبعا عيب وحرام، لكن طبعا احنا لازم طبعا نفهم ايه اللي بيسمح لنا الكود، وفي الحاله دي انت ليك حريه الاختيار. طبعا الكود الامريكي وكذلك الكود المصري بالظبط لهم نفس البند، ان عندك انت ممكن تعمل حاجه اسمها نون كونتاكت سبلايس، يعني انا اعمل سيخين موصولين ولكن بينهم مسافه. المسافه دي من سنتر السيخ لسنتر السيخ الموصول فيه بتكون الاقل من خمس طول الوصله او 20% من طول الوصله او 15 سم، ايهما اقل؟ يعني انا مش مهندس من سنتر السيخ لسنتر السيخ ممكن يكون عندي 15 سم، ايوه. يعني لو انا قطر السيخ عندي 20 مللي يكون عندي فاضي 13 سم ما بين السيخين، ايوه. ليه؟ لان السيخ ده هيتماسك مع الخرسانه والسيخ ده هيتماسك مع الخرسانه، وهما الاثنين هيتصب عليهم نفس الكونكريت، فبالتالي السيخين الاثنين هيشتغلوا كانهم سيخ واحد او هتكون كانها كونتاكت سبلايس بالظبط. يعني مش لازم الاثنين سبلايس يكونوا حاطين بعض بقى واربط عليهم 100 رباط 100 سلك رباط. سلك الرباط ده على فكره يا جماعه ملوش اي فايده خالص انشائيا، هو بس كل قصته ان انا بامن البليسمنت بتاع الكونكريت، ان الاسياخ تفضل في مكانها، وبامن ان مفيش اي اسياخ تتحرك من مكانها فقط، تمام. لكن سلك الرباط ملوش اي فايده بعد شك الخرسانه او بعد تسلط الخرسانه. فانا هنا لو انا عملت كونتاكت سبلايس بحتاج اربطها عشان بس وانا بصب الخرسانه نتيجه الوزن بتاع الخرسانه الاسياخ ما تتفرقش عن بعضها او كده، وممكن اعمل نان كونتاكت سبلايس عادي جدا، ما فيش مشكله، الكود بيسمح لي بكده. طيب شرحنا البند ده والبند ده، بعد كده الكود بيقول لي الريدكشن فاكتور اللي هو اي اس بروفايدد عليه اس ريكوايرد، ما ينفعش تستخدمه وانت بتحسب ال ال دي في حاله الوصلات. ايه يا باشمهندس اللي جاب ال دي للوصلات؟ مش احنا بنتكلم دلوقتي في وصلات؟ ايوه، ما انت هتعرف بعد شويه ان انت اصلا الوصلات ما هي الا ال دي مضروبه في حاجه. يعني انا عشان اجيب احسب الوصله هي عباره عن ال دي مضروبه في حاجه. خلاص؟ فهو الكود بيقول لك وانت بتحسب ال دي عشان ال دي براحتك استخدم الريدكشن فاكتور، لكن لو بتحسب ال دي عشان ترجع تحسب منها السبلايس لينث في الحاله دي ما ينفعش تستخدم الريدكشن فاكتور اللي هو الاي اس بروفايدد على الاي اس سوري ريكوايرد على الاي اس بروفايدد، ما تقدرش تستخدمه. دي بعد كده الاشتراطات اللي الناس اللي هتشتغل في الشورت كريت، تمام. فدي ايه اللي هيشتغل في الشورت كريت ممكن يبقى يقرا الايه الشروط دي. خلاص ده شرط اكسبشن لاقطار الحديد برضو هنقراه او هنوصل له واحنا شغالين في الكومبريشن سبلايس. اول حاجه عايزين نتكلم على تنشن سبلايسز. الملاحظات اللي فاتت او الشروط اللي فاتت دي كانت بتتكلم عموما على اي نوع سبلايس، لكن دلوقتي احنا هنبدا نشرح كل سبلايس بانواعها. طبعا انا عندي اكيد طبعا هيكون عندي السبلايسز قسمناها من حيث ترتيب الاسياخ، يعني انها تكون كونتاكت او نون كونتاكت. طب عايزين نرتبها من حيث الاستريسز اللي السيخ بيتعرض لها او المنطقه اللي السيخ بيتعمل فيها سبلايس الاستريسز عليها ايه، فهيكون عندي تنشن او كومبريشن. يعني انا باشمهندس اقدر اوصل السيخ في منطقه التنشن؟ ايوه طبعا، الكود قال لك دي اسمها تنشن سبلايس، تمام. في الكود حاجه اسمها ان الكود انكرج، يعني بيشجع ان انت تتجنب اماكن الاستريسز العاليه وتحاول تروح دايما بالوصلات في الاماكن اللي يكون فيها الحديد الموجود اكتر من الحديد المطلوب بالتصميم، تمام. ده اللي هو الكود بيقول لك ده افضل واحسن، ولكن اذا انت مضطر انك انت توصل في اماكن فيها تنشن وتنشن عالي، يعني في الحاله دي تضطر تتبع شروط الكود وان كان غير مفضل. طيب تعال بقى نشرح الوصلات التنشن بتاعت الاسياخ العدله اللي هي الايه الديفورمد بارز. اول حاجه البند 25 5 2 هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك تنشن سبلايس ال اس تي اللي هي ال سبلايس تنشن فور ديفورمد بارز اند ديفورمد وايرز ان تنشن شال بي ان اكوردنس وذ ستيبل كذا. طيب حلو قوي اللي هو الجدول ده. طب اجيب ال ال دي منين؟ احنا قلنا ان انا هحتاج ال ال دي، قال لك من المعادله 25 4 2 1. دي مين بقى؟ دي اللي خدناها في الاول خالص اللي هي ال ال دي للاسياخ العدله اللي هي بقى كان داخل فيها بقى ايه، اما المعادله المبسطه يا اما المعادله الكبيره اللي هي فيها الكي تي ار والكلام ده. عشان تخش الجدول ده لازم تكون حاسب ال ال دي الاول. حلو قوي. طيب الجدول ده بيقول لي ايه؟ انا هشرح ببساطه الجدول ده بيقول ايه وبعد كده هنقرا الجدول مع بعض. اول حاجه عشان اوصل الاسياخ في منطقه الشد الكود بيقول لي عندك نوعين من الوصلات، كلاس A وكلاس B. الكلاس A ان انت بتحسب قيمه ال L دي
وبتبقى هي طول الوصلة. يعني السبلايس لينس بتساوي 1 ال دي بشرط ما تقلش عن 30 سم. طيب ولو هروح مع النوع الثاني كلاس بي، بيبقى 1.3 ال دي، يعني بزود ال دي بنسبة 30% احصل منها على طول الوصلة، وبرده ما ينفعش تقل عن 30 سم. طب يا باشمهندس دي ال دي ودي 1.3 ال دي، استخدم دي امتى واستخدم دي امتى؟ ال دي اللي هي الكلاس A يعني بستخدمها، عشان استخدمها لازم يتوفر عندي شرطين، لازم الاثنين مش واحد منهم، لابد يتحقق الشرطين. الاول ان الاي اس بروفايد على اس ريكوايرد اكبر من او يساوي 2. يعني ايه؟ يعني انت جاي في المكان اللي فيه الوصله. يعني دلوقتي انا هجيب بس صوره، الصوره دي ايه، مش هي يعني معموله لغرض تاني، ولكن انا هقول هستخدمها بس ان انا اشرح عليها هي عموما. طب خلينا اقول الصوره دي بتقول ايه الاول. الصوره دي بتقول ان انت لو هتحسب ال ال دي وعايز تعرف الكلير سبيسنج بتوين بارز، فبتحسبها بالطريقه دي، ده السيخ الموصول وده السيخ الموصول الذي يليه. تمام، السيخ الموصول والسيخ الموصول الذي يليه. طب يعني ما اخدش ده واللي بعده، لا، الوصله والوصله التي يليه، الكلير سبيسنج اللي بينهم هي دي اللي تستخدمها وانت بتحسب الايه ال ال دي. تمام، ده لو كان عندك ستاجرد سبلايسز. تمام، طيب نرجع بقى تاني. احنا قلنا الشرط الاول ان انا حسبت الحديد في منطقه الوصله، يعني انا عندي دلوقتي الوصله دي، لو انا خدت سيكشن في مكان الوصلات، الاريا ستيل في منطقه الوصله تكون اكبر من او تساوي ضعف الحديد المطلوب بالتصميم. عشان كده بيقول لي الاي اس بروفايدد على الاي اس ريكوايرد اكبر من او يساوي 2 في المكان اللي فيه الوصله، في المكان اللي فيه الوصله. طب انا لو عامل هنا وصلات في اكتر من مكان، لا، اخد المكان اللي فيه ايه، مكان واحد بس. طيب يبقى ده الشرط الاول. الشرط الاول ان المكان اللي فيه الوصله الحديد يكون فيه اكتر من الديزاين بالضعف او اكتر. طب الشرط الثاني انك انت تعمل الحديد استجرد زي الصوره اللي انتم شايفينها دي قدامكم دي كده، ان انا ما اخليش الوصلات كلها في مكان واحد، اخلف اماكن الوصلات. طيب لما اجي اخلف اماكن الوصلات اخلفها بنسبه كام؟ قال لك ماكسيمم 50% بس ان الوصلات تكون في مكان واحد. يعني مثلا، لا مثلا يعني لو انا عندي اربع اسياخ في المتر مثلا، هتلاقي عندي مثلا في الصوره اهو عندي 1 2 3 4، فهخلي منهم اثنين موصولين في مكان واثنين موصولين في مكان تاني، يبقى انا بالظبط كده عندي 50% موصولين في قطاع و50% موصولين في قطاع تاني، ما ينفعش اكتر من 50%، ماكسيمم 50%، ده اسمه الاستاجرد. يبقى انا لو عملت استاجرد بنسبه 50% وعملت نسبه اي اس بروفايد على اس ريكوايرد اكبر من او تساوي 2، روح للكلاس اي على طول، لانك حققت الشرطين بتوع الكلاس اي. طيب شرط منهم واحد ما اتحققش، تروح للكلاس بي على طول، تضرب ال ال دي في 1.3 بشرط انها ما تقلش عن 30 سم. طب انا عايز اسال سؤال، هو انا يا باشمهندس لو طلع عندي الشرط بتاع الاي اس بروفايد على اس ريكوايرد طلع اقل من الاثنين، رحت للكلاس بي، خلاص بقى هنا انا مش محتاج اعمل استاجرد بقى؟ طالما لا، انت طبعا ممكن ما يبقاش استاجرد، بس انت الافضل انك انت على الاقل افضل يعني انك انت تحقق شرط من الشرطين. يعني ما قدرتش تحقق شرط، الشرط اللي في ايدك حققه، لو مش قادر تحقق الاثنين خلاص. فانت دلوقتي لو عندك الاس بروفايد على اس ريكوايرد اكبر من او تساوي 2، ولكن الوصلات موصوله في مكان واحد، يعني 100% من الوصلات في مكان واحد، الكود بيقول لك روح لكلاس بي. تمام؟ فلو كان نفس الشرط متحقق بس انت واصل 50%، يبقى انت حققت الاثنين، في الحاله دي تروح لكلاس A. خلاص؟ اصغر من الاثنين هتروح لكلاس بي. فانا اللي انا عاوز اقوله انك انت ما تجريش على طول على كلاس بي معناها ان انت تضرب الشرطين، لا، حاول على الاقل تحافظ على شرط منهم لان ده افضل للقطاع. خلاص، بس هي دي قصه الوصلات الشد. انا كده خلاص، خلاص انا خلصت قصه وصلات الشد. انا بحسب ال دي من المعادله اللي خدناها في اول محاضره بتاعت الديفورمد بارز، وباخدها يا كلاس A يا كلاس B على حسب الايه الشروط. خلاص، ف دلوقتي انا عملت الوصله بتاعت الشد. طب انا يا باشمهندس انا بس عايز افهم الشرط اللي هو الاولاني بتاع اكبر يساوي 2 مش داخل دماغي قوي. هقول تعالى زي ما احنا قلنا من شويه ان انا عندي اربع اسياخ، لو انا خدت قطاع هنا عندي كام سيخ؟ 2 3 ادي كده 2 3 5 6 صح؟ 6 اسياخ في المتر. انا مثلا كان عندي الديزاين 4 في المتر، طيب 4 في 2 ب 8، لا انا عندي 6 بس، يبقى انا ما حققتش الشرط. ده لو كان يعني الديزاين، لو كان الاي اس ريكوايرد اللي لما انت طلعت الحديد بالظبط من معادله التسليح طلعت بالظبط اربع اسياخ، مش طلعت مثلا ثلاثه وانت حطهم اربعه، لا، تاخدها على الريكوايرد بالظبط، مش تاخدها بعد ما بحبحت ايديك وزودت الحديد.
تمام. فهنا لو كان عندي ريكوايرد 4 انا عندي هنا السكشن ده فيه 6، لا انا يكون على الاقل عندي 8 عشان اقول ان الشرط ده اتحقق. طيب الاستجر ده فهمناها اهو، ده اللي قدامنا ده اسمه استجر. خلاص خلاص يا باشمهندس، احنا كده فهمنا التنشن، واحنا كنا فاهمين ال ال دي بعد كده، يبقى انا كده خلاص اقدر اوصل تنشن، اقدر اعمل التنشن سبلايس مفيش فيها مشكله. طبعا الناس الزملاء المهندسين طبعا اللي هم اشتغلوا في السوق بقى لهم سنتين وثلاثه وخمسه و10 و20، لو حد بيتفرج هيحس بملل شديد طبعا، لان انا بطول قوي وبتأنى وبشرح بالراحه، بس معلش عشان انا طبعا لازم اجيب من مستوى الناس اللي لسه طلبه او الناس اللي لسه حديثي تخرج، فاعذروني يعني. طيب بعد كده هنتكلم على برضه التنشن سبلايز بس في حاله الواير مش. هناخد طبعا الاول الواير مش الديفورمد بعدها البلين زي ما عملنا في ال دي بالظبط. اول حاجه الكود بيقول لي ايه؟ بيقول لي ال اس تي في حاله الويلدد واير فابريكيشن اللي هو الديفورمد باخدها من 1.3 ال دي او 20 سنتي ايهما اكتر. طب ال دي اجيبها منين؟ يعني ما هو ال دي نفسها بتاعت الويلدد واير، مش احنا كنا قبل كده شرحنا الويلدد واير فابريكيشن لو ال دي بتاعت الديفورمد، هاخد ال دي بتاعت الديفورمد واضربها في 1.3 بشرط انها تقلش عن 20 سنتي. تمام؟ ولكن قال لك استنى، قال لك مش بس كده، ده لازم يتحقق معاك شرطين. تمام؟ الشرط الاول ان انت زي الصوره دي كده، ده الشرط الاول. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت حسبت دي الوصله بتاعتك، دي اللي هي السبلايس، صح؟ دي اللي اسمها ايه؟ الخط ده اسمه ال اس تي. اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي 1.3 ال دي. واكبر من او يساوي 20 سنتي. بيقول لك وزن ال ال دي في خلال الطول بتاع سوري وزن السبلايس لينس تمام، يكون عندك فيه اتنين كروس واير. كروس واير دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ سيخ ترانسفيرسال اللي هو السيخ العمودي على السيخ اللي انت بتحسب ال ال دي في اتجاهه. تمام؟ السيخ الترانسفيرسال ده يكون فيه عندي اتنين وزن السبلايس لينس والمسافه بينهم على الاقل 5 سنتي. شرط رخم. تمام؟ طيب ايه الشرط الثاني؟ ان الواير اللي انت بتحسبه يكون على الاقل يكون سوري ماكسيمم ام دي 200، يعني ام دي 200 او اقل. طيب ما تحققش معاك الشرط ايه؟ تعمل ايه؟ في الحاله دي هتروح للايه؟ للكيس اللي تحت دي، ان انا عندي ادي ال سبلايس اللي انا عايز احسبه، هي دي ال سبلايس بس ما فيهاش كروس واير. الكود قال لك هنا تروح بقى زي الشاطر على الستريت بار اللي هي دي، تحسب لي ال ال دي من المعادله المبسطه او المعادله بتاعت الكي تي ار، وبعد كده تروح داخل الجدول هنا تشوف انت كلاس ايه ولا كلاس بي، وبناء عليه تحسب طول الوصله. يعني من الاخر كانك الكود بيقول لك لو انت شلت الاثنين كروس واير دول انا ما اعرفكش، انت كده طالما بتوصلهم اسياخ ما فيهاش كروس واير يبقى كانك بتوصل اسياخ عاديه، فبالتالي روح للاشتراطات بتاعت الكود في الاسياخ العاديه. طيب عرفنا دلوقتي لو ما تحققش الشرط ايه اعمل ايه. طب لو ما تحققش الشرط بي معناها ان انا عندي واير مش باكتر اعلى، في الحاله دي قال لك تروح زي الشاطر للبلين سبلايس. للبلين سبلايس خلاص، اللي هي اللي احنا هنشرحها المره اللي جايه، البلين ويلدد واير فابريكيشن. طيب لو كان الويلدد واير فابريكيشن ده اللي هو الديفورمد ده زنك كوتد اللي هو جلفانايزد يعني مجلفن، برضه تروح للبلين. يبقى انا عندي حالتين اروح فيهم للبلين، حالتين اروح فيهم للبلين. لو كان الواير مش اكبر من ام دي 200، ولو كان الواير مش ده ايه زنك كوتد. كلام جميل. طب يا باشمهندس شرحت لنا دلوقتي عملت قلنا البلين البلين، طب ايه هو البلين؟ البلين بسيط جدا. الكود قال لك اللاب سبلايس في حاله البلين المفروض تكون اكبر من ثلاث حاجات، اس زائد 50، حيث ان الاس هي السبيسنج فروم سنتر تو سنتر بتوين كروس وايرز، يعني هنا كده من سنتر الكروس واير ده لسنتر الكروس واير ده، واخد الاس دي واجمع عليها 50 ايه ملي. طب ايه تاني يا باشمهندس؟ 1.5 ال ال دي. مين ال ال دي؟ ال ال دي بتاعت البلين اللي خدناها في محاضره ال ال دي. هاخد البلين ويلد واير فابريكيشن احسب ال ال دي واضربها في 1.5 او 15 سنتي، احسب الثلاثه دول خد الاكبر منهم. طب ده كلام جميل. الكود بقى بيقول لك في حاجه ثانيه، بيقول لك لو كان عندك الاي اس بروفايدد على الاي اس ريكوايرد اكبر من او تساوي 2، في الحاله دي في الحاله دي تعمل ايه؟ تحسب ال ال سبلايس الاكبر من حاجتين، 1.5 ال ال دي او 50 مللي، 1.5 ال ال دي او 50 مللي.
واللي هنا السبلايس لينس بتعبر عن مسافة ما بين اتنين كروس واير. السبلايس لينس ما قيسهاش من الطرف للطرف، لا، المسافة ما بين اتنين كروس وايرز. خلاص؟ فدلوقتي الحالة دي كانت اي اس بروفايدد على اي اس ريكوايرد اقل من اتنين، والحالة دي اي اس بروفايدد على اي اس ريكوايرد اكبر من او تساوي اتنين. هي دي خلاصة البلين ال دي. طبعا كلام بسيط جدا، مجرد ان انت حسبت ال دي خلاص. تمام. نيجي بقى على الكومبريشن. الله، احنا خلصنا التنشن. ايوه، هو التنشن ايه غير ديفورمد بار او ويلد وار فابريكيشن. استنى يا باشمهندس، لا 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 لا، هتلخبطني ليه؟ هو انت مش شرحت لنا في التنشن في حاجه اسمها هيدد وفي حاجه اسمها هوكت؟ ثواني، الهيدد دي انا عاوز ادفن الحديد في الخرسانه، فمش عنديش طول كافي ان انا ادفن، فبالتالي بستخدم الهيدد. دي قصه ثانيه، ما تخلطش ما بين الامور. طب الهوكت هو انا ليه يا باشمهندس؟ ليه ما استفدش من البند الكود بما ان انا عندي السبلايس الهوكت؟ السبلايس في حاله الهوكت اصغر. لما نرجع للهوكت بار، لو تفتكروا ان السبلايس كانت اصغر، طب انا ليه ما اعملش السبلايسد هوكت واطبق عليها الشرط ده؟ يعني احسب ال LED بتاعت الهوكت هتبقى اصغر واطبق عليها الشرط ده، واعمل سيخين، سيخين موصولين يعني بالمنظر ده كده. اجي هنا على، اجي هنا اعمل سيخ كده واوصله معاه سيخ تاني كده. لو كانوا السيخين دول عدلين كده، هلاقي طول السبلايس ما شاء الله حاجه ايه، حاجه محترمه، صح؟ طبعا هتلاقي طول السبلايس ايه، طويله، لان السيخين ستريت. اما لو جيت تعملهم كده هيبقى اقصر. للاسف الكود ما قالش حاجه بتقول كده خالص، يعني الكود ما قالش ان انا احسب الهوكد بارز اعمل لها السبلايس. ولكن على فكره للعلم في بعض الناس بتستخدمها، ما اعرفش ازاي يعني، هي ايه، الكود ما سمحش بيها بس في ناس بتستخدمها. يعني هو لو قدر يقنع الاستشاري انه يستخدمها بيستخدمها. فانا في موقف حصل معايا بالفعل، يعني حصل معايا وانا هقول لكم عليه بخصوص الموضوع ده. كان في مره، طبعا مبدئيا احنا هناخد الوصلات الميكانيكيه. هي اصلا الوصلات الميكانيكيه انا مش هقول فيها غير كلمتين، ان الوصلات الميكانيكيه منها انواع كتير جدا. في منها نوع اللي هو ثريدد، ان انا بجيب جلبه تبقى عباره عن زي ماسوره كده متلوظه من جوه، ثريدد يعني، وبجيب سيخ وبالوظ السيخ ده وده. طبعا الالوظه هنا على الاقل نص طول الجلبه لكل منهما، بحيث ان انا بدخل السيخ ده من هنا وادخل السيخ من هنا، لما الوظ ده والوظ ده الاثنين ايه، يجم ايه، طول الجلبه. طبعا الجلبه بتكون اطول حاجه بسيطه يعني. دي فكره الوصلات الميكانيكيه، طبعا اللي هي دارجه الاستخدام. في انواع كتير، في منها نوع ماسوره وبتربط عليها، بتربط عليها بولتس كده بتروح قافله على الاسياخ، في منها انواع كتير. تمام. طيب انت ليه بتقول لنا دلوقتي الميكانيكال سبلايس يا باشمهندس؟ عشان اقول لك على موقف كان حصل معايا. احنا كان عندنا سلابه، انا كنت هقطع الحديد العلوي بتاعها بالشكل ده، عشان مطلوب ان انا يكون عندي هنا دروب بفتحه صغيره، مساحتها صغيره جدا، عشان اعمل لغرض ما يعني. كان في غرض ان انا محتاج هنا حاجه تمبرري، بعد كده هضطر ان انا اقفل اصب الكونكريت دي تاني، ده تاني. فعشان ان انا اوصل الحديد ده تاني، فكان الحل ايه في الموضوع ده بقى؟ الحل ان انا اسيب كابلر مدفون في الخرسانه من هنا، واسيب كابلر مدفون في الخرسانه من هنا، تمام؟ واروح حاطط هنا سيخ، واروح حاطط هنا سيخ. ازاي يا باشمهندس؟ انا مش فاهم. يعني انا عندي هنا كابلر كده، وعندي هنا كابلر كده. لما عايز بقى اقفل الفتحه دي، طبعا هو المفروض السيخ فوق بس انا نزلت بيه تحت شويه، هروح مدخل السيخ جوه الكابلر ده كده، واجيب سيخ تاني ادخله جوه الكابلر ده كده، والسيخين مع بعض عاملين سبلايس بالشكل ده. بس خلصت الموضوع، انا عملت سبلايس وصبيت. المشكله بقى ان الفتحه اللي كانت عندنا دي، او الدروب اللي كان عندنا ده، كان صغير جدا، فبالتالي ما قدرناش ان احنا نعمل ايه، سبلايس. فحصل ايه بقى؟ قدرنا نقنع الاستشاري ان احنا نعمل حل من اتنين. الحل الاول ان انا اوصل السيخ نفسه اللي انا قطعه بطريقه صعبه جدا جدا، هشرحها دلوقتي برضو لو حد قابلكم. بس دي الطريقه الايديال، هي دي الطريقه الصح اللي انت مش هتخالف بيها الكود. اول حاجه انا هحط السيخ، هسيب في الاخر عنده ثريدد اللي هو نص طول الكابلر، وده هسيب فيه ثريدد نص طول الكابلر، ده الامبيدد جوه الكونكريت. وهحط هنا كون يعني، او ماسوره كده صغيره من البلاستيك، بحيث ان انا امنع الخرسانه تتصب على الجزء الثريدد ده، واحط فيها طبعا فوم
او ورق او اي حاجه، بحيث وانا بصب الخرسانه اضمن ان المنطقه اللي فيها الثريد دي ما يخشش فيها الخرسانه. تمام. وهجيب السيخ، هجيب سيخ جديد بحيث ان انا هنزله هنا تمام واقفل بيه. طب انا لو بالعقل كده، لو انا عندي السيخ ده طوله اطول هنا من هنا سنه وهنا سنه، وانا عندي كابلر مدفون بالطريقه اللي انا شرحتها من شويه، طبعا انا مش هعرف اصلا انزل السيخ جوه الفتحه. يعني لو السيخ هنا في جزء الثريد اللي هو كان هيدخل جوه كابلر، وهنا هيدخل جوه كابلر، هيبقى اكبر من ابعاد الفتحه، فمش هعرف ادخل السيخ. فالحل ايه؟ ان انا هجيب سيخ قد الفتحه بالظبط. تمام. طيب عشان ادخل السيخ جوه الفتحه احل الموضوع ده ازاي؟ زي ما انا قلت كده، هعمل هنا ايه اللي هي الكون دي والكون دي، وبعد ما خلصت هروح جاي جايب بعد الصب، عايز انا بقى دلوقتي خلاص عايز ارجع الفتحه تاني، هشيل الكون البلاستيك خلاص بقى مكانه فاضي، وبقى الثريد ده اكسبوزد. يعني انا لو بصيت هلاقي الجزء المقلوص من السيخ ده موجود. هركب الاثنين كابلر دول في السيخ، مع العلم ان السيخ ده يكون دبل ثريدد. يعني ايه؟ يعني مش نص كابلر بس، لا بكامل طول الكابلر يكون ايه مقلوص. وهروح مدخل الكابلر ده من هنا والكابلر ده من هنا، بحيث يبقى السيخ معايا كده، والكابلر هنا بكامل طوله والكابلر هنا بكامل طوله. بعدين انزل السيخ زي ما انتم شايفين كده بالكابلر على قد الفتحه بالظبط. بعد كده هبدا الف الكابلر ده، الفه وهو بيلف بيدخل معايا في المنطقه دي، وبيبقى نص الكابلر على الثريدد بتاع السيخ الامبيدد، والنص الثاني على اللي بره، بيبقى الشكل النهائي بالشكل ده كده. انا حركت الكابلر بعد ما كان واخد الثريدد هنا بالكامل، لا خد نص ثريدد من هنا نص ثريدد من هنا، بقى الكابلر ده هو وسيله الاتصال. طبعا الموضوع ده صعب جدا ومتعب جدا، وخد بالك لو اي حاجه غلط، لو السيخ ده اتحرك اثناء الصب او السيخ ده ما بقوش الاثنين قدام بعض، بقى مستحيل انك تحل يعني انت متخيل ان انت لو السيخ ده والسيخ ده مش الايند 100% مش تقدر تعمل الكلام ده، السيخين اللي قدام بعض لو واحد منهم اعلى من الثاني، يعني مش صعبه جدا، يعني صعبه جدا جدا، شبه يعني انا بقول شبه مستحيل يعني. تمام. طب الحل ايه؟ طبعا لصعوبه الموضوع قدرنا نقنع الاستشاري بالعافيه طبعا يعني وبصعوبه، ان احنا بعد ما نخلص صبه ادي السيخ اهو. طبعا هنا ايه، هنفترض ان السيخ اللي عندي اللي كان امبيدد موجود كده، خلاص انا مش هاجيه وانا مش هعمل فيه حاجه، انا سايبه زي ما هو. بعد كده اروح مزرع هوك دبار بالشكل ده، وهنا مزرع هوك دبار، اعمله بس فوق شويه عشان يبقى باين، هوك دبار بالشكل ده. وبعد كده عملوا مع بعض الاثنين سبلايز. طبعا السبلايز دي على حسب السبلايز بتاعت على حسب ال ال دي بتاعت الهوك، وضربناها في 1.3. تمام. لان الوصله طبعا هي يا دوب على قد الفتحه في مكان واحد، وانا هعرف اعمل كده. تمام. فبالتالي كان 1.3 ال ال دي موفي معايا ايه مقاس الفتحه، لكن الكلام ده لا يوجد في الكود خالص، مع انه بيتعمل والله يعني للاسف في بعض الناس بتعمله كتير، يعني مش هقول للاسف، احيانا بيكون حل يعني. تمام. على اساس المبدا بتاع ال ال دي وكلام من ده. بس انت لما تروح للكود هتلاقي هنا الكود بيقول لك ايه، in accordance with 25421A. 25421A اللي هي بتاعت ال LED اهي، تعالوا نرجع لها مع بعض. قال لك A او B، هتروح للA. لما نيجي نفتكر مع بعض هتلاقيه بيكلمك على الA، على دول. خلاص. فهي دي القصه. يبقى دلوقتي ارجع تاني للايه، للموضوع بتاعي. هرجع تاني لايه، للموضوع. يبقى انا بس قلت حاجه كده يعني اسمعوها من هنا وارموها في البحر، يعني لان فعلا مش كل الناس بتقبلها او مش كل الناس بتوافق عليها، يعني تقدر تقول انجينيرنج جادجمنت يعني انت وشطارتك مع الاستشاري. طيب هبدا بعد كده اتكلم على الكومبريشن. ايه بقى وصلات الكومبريشن؟ قال لك الكود بقى، قال لك طول الوصله ال اس سي المره دي كومبريشن فور نمبر 36 اور سمولر ديفورمد بارز ان كوفيشال بي كالكوليتد ان اكوردنس ويز اي بي سي. هو من الاخر على كل اف ييلد للحديد بيحسب بمعادله، يعني الاف ييلد اصغر من او تساوي 420 71 من 1000 اف يلد في الدي بي اللي هي قطر البار، قطر السيخ، على الاقل ما تكون 30 سم برضه. لو كانت الاف يلد من 420 ل 550 ما بينهم، في الحاله دي هتشتغل بالمعادله دي او 30 سم برضه. لو كانت اكبر من 550 هتشتغل بالمعادله دي اللي هي ايه؟ 1300 اف يلد ناقص 24 في الدي بي. تمام؟
والال اس تي هنا، الال اس تي هنا في الحاله دي هتعمل لها ايه؟ كالكوليتد ان اكورنس 25 5 2 1. ايه هي المعادله 25 5 2 1؟ حد كده يفتكر؟ طبعا الارقام صعب شويه ان احنا نفتكرها، ولكن هي المعادله اللي احنا كنا بنشرحها من شويه، اللي هي الجدول بتاع كلاس A وكلاس B. تمام؟ فالقصه ان وبعد كده هنا ال A وال B وال C. طبعا ده انت بتختار كل واحد منهم على حسب ايه البند. طبعا احنا معظمنا هتلاقينا دايما ايه، كبرنا قوي في الحاله الاولى او في الحاله الثانيه، يعني اللي هيروح من الحاله الثالثه ده الناس اللي هم ممكن يكونوا مثلا شغالين خرسانه مقاومات عاليه في البوست تنشن او كده. طيب في برضو حاجه تانية، الكود هنا بيقول لك لو كانت الاف سي داش اللي هي اجهاد الخرسانه، احنا كنا دلوقتي بنتكلم على اف فيلد الحديد، هنروح لاجهاد الخرسانه، لو كانت اقل من 21 ميجا باسكال، فبيقول لك خد بالك انك لازم هنا تزود ال ال دي بنسبه 30%، هتضربها في 1.3. دي ملحوظه الكود ايه بياكد عليها. خلاص هنا بقى النقطه اللي انا كنت اتكلمت فيها من شويه وقلت اللي هو الاكسبشن بتاع اقطار الحديد، هنتكلم عنه هنا بقى. بيقول لك ان اللاب سبلايس ما ينفعش يكون على اسياخ اكتر من 36 مللي قطر، تمام، الا المسموح في البند 25 5 5 3. 25 5 5 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكمبريشن لاب سبلايس 43 و57 تمام تو نمبر 36 اور سمولر بار شال بي بيرميتد اند شال بي ان اكوردنس ويز 2554 اللي هو اللي بعده. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لو كان عندك ديفرنت بارز، انت بتعمل ايه؟ ديفرنت بارز سايز لاب سبلايسد تمام ان كومبريشن، عندي اسياخ باكتر مختلفه انا بوصلها مع بعض في الكومبريشن. بيقول لك الاس ال ال اس سي طول الوصله في الكومبريشن هيبقى اكبر من ال ال دي كومبريشن اوف لارجر بار كالكوليتد من المعادله دي اللي هي بتاعت ال ال دي بتاع الكومبريشن، والسمولر بار من المعادله دي. يعني هو دلوقتي بيقول لك ان انت هتشتغل بالمعادله الفلانيه تحسب منها ال ال دي، وتشتغل بالمعادله الفلانيه تحسب منها الايه؟ ال ال سي. تمام؟ المعادله بتاعت ال ال سي اللي هي دي. يعني من الاخر لو عندك قطرين مختلفين فتحسب ال ال دي من معادله ال ال دي بتاع الكمبريشن، وتحسب ال ال سبلايس من معادله ال ال سبلايس بتاع الكمبريشن، تمام؟ وتاخد الاكبر منه. تمام؟ لما تاخد بالك هنا لما بتيجي تحسب ال ال دي بتاعت الكمبريشن، انت ما بتقولش ال ال دي بتاع الكمبريشن مضروبه في حاجه، لا ده هي ده معادله جاهزه بحسب بيها ال ال ايه؟ سبلايس. لكن الاكسبشن هنا ان الكود بيقول لك انا ممكن لو عندي اقطار مختلفه، تمام؟ اقطار مختلفه، والاقطار دي في منهم واحد قطر منهم معدي ال 36 مللي، وانا عايز اوصلهم اللاب سبلايس في الكمبريشن مش في التنشن. في الحاله دي روح احسب اللاب سبلايس عن طريق ال ال دي من معادله ال ال دي كومبريشن، وال ال ده للسيخ الكبير، يعني باخد السيخ الكبير بحسب له ال ال دي كومبريشن، واخد السيخ الصغير احسب له ال ال اس سي من البند ده او من المعادلات دي، واخد الاكبر منهم يبقى هو ده الايه؟ طول الوصله المطلوب. بند غريب شويه ولكن ده اكسبشن، لان انت لو رجعت في اول حاجه خالص في السبلايس الراجل هنا ايه حط لك اول حاجه، قال لك بسم الله الرحمن الرحيم اعمل حسابك ان اللاب سبلايس ما ينفعش السيخ يكون اكبر من 36 مللي، ولكن ده اكسبشن بس اتحط في الايه، في الكومبريشن سبلايس، اللي هو قال لك يا عم الحاج انت لو عاوز تستخدم الاسياخ الاكبر يكون عندك اكتار مختلفه استخدمها، بس تكون دي طريقه الحساب، هتاخد السيخ الكبير تحسب ال دي، وتاخد السيخ الصغير تحسب ال اس سي اللي هي دي، والاكبر منهم يبقى هو ده طول الوصله اللي انت هتشتغل عليه. دي قصه الاس الاكسبشن اللي انا من شويه قلت سيبوه لما نشرحه في الكومبريشن سبلايس. بعد كده طبعا ايه هيقول لك بقى الانديبيرنج سبلايس. طبعا الانديبيرنج سبلايس والميكانيكال سبلايس زي ما انا قلت ما هي الا حاجه، الكود نفسه حتى بيقول لك، الكود نفسه بيقول لك المفروض انك انت تعمل تيستنج للكابلر، وبناء على هذا التيستنج بتختاره. او طبعا اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل يبقى في مثلا سبلاير او مورد معروف مثلا للكابلر، مورد مثلا كبير، وانت مثلا بتعتمده على المشروع، المورد ده بيكون بقى مقدم تيست ريبورت ومقدم حاجات، وبيطلب منه طبعا يعمل عينات بحيث ان هو ايه يقدر يحدد مواصفات الكابلر مش من دماغه بس، او مش طبقا للتيستنج بس، طبقا للاي اس تي ام. طبعا لو انت شغال بالكود الامريكي تمام، الاي اس تي ام مش فاكر الرقم بتاعها كانت ايه، 970 باين ولا مش عارف كام. خلاص هي دي القصه. وتاخد بالك انك انت وانت بتعمل
الميكانيكال سبلايس لازم تعملهم استجرت، خلاص لازم تعملهم استجرت، والمسافه من الكابلر والكابلر الذي يليه يكون 75 مللي. يعني انت دلوقتي لازم تعملهم استجرت، وبيقول لك من الكابلر للكابلر الاستجرت الذي يليه سبيسنج بينهم ايه 75 سنتي مش 75 مللي، 750 مللي. تمام، يعني الخلاصه ان الاند بيرنج سبلايس والميكانيكال سبلايس، تمام، هنا طبعا ميكانيكال ويلدنج يعني هو ذاكرهم الاثنين مع بعض، خلاص دي طبقا لايه، طبقا لتستنج. مين اللي طبقا لتستنج؟ الاند بيرنج والميكانيكال طبقا لتستنج، وكمان مع احترام الاستاندرد. خلاص ملحوظه هو بس قالها هنا ذكرها، قال لك لو انت هتستخدم الويلدنج او اللحام، خلاص بيقول لك ميكانيكال اند ويلد سبلايسز، في الحاله دي المفروض تخلف الوصلات ويكون الاستجرد المسافه بين السيخ والسبلايس والسبلايس اللي بعدها على الاقل 75 ايه سنتي. تمام، والميكانيكال لازم تحترم الستاندرد او تحترم التستنج، والويلدنج لازم تحترم الكود او الشرطات الكود الامريكي للحام. هي دي قصه الايه الوصلات اللي هي الخاصه او نقدر نقول السبيشال سبلايسز. تمام، يهمني بس انك انت هينطلب منك انت كمهندس انشاء انك تعمل حسابات لللاب سبلايس، فعشان كده انا ركزت عليها. اما الميكانيكال والحاجات دي زي ما انا قلت لك، هو السبلاير بيجي معتمد وبيقول لك دي استيخ ال 16 مللي دي الكابلر بتاعته، والسيخ ال 12 مللي الكابلر بتاعته بس فقط. خلاص، كذلك اللحام، الناس اللي طبعا اللي هم ممكن يشتغلوا باللحام وطبعا مش منتشره قوي، في الحاله دي بتحسب اطوال اللحام وسمك اللحام عادي جدا زي ما بتحسبها للايه للستيل ستراكشر. طيب نيجي بقى للايه للاعمده. طب ثواني بقى يا باشمهندس، عشان انت كده ايه انا دماغي هتروح منك. احنا عرفنا اللاب سبلايس بتاعت التنشن، وعرفنا اللاب سبلايس بتاع الكمبريشن. طب ايه بقى دلوقتي اللي جاب موضوع العمود ده؟ معلش انا بس عايز افهم. ايوه، ما هو الكود قال لك ان الاعمده خلطبيطه على بعضها، العمود ده ممكن يكون عامل عليه كومبريشن او عليه تنشن، فعشان كده الكود جابه كده الاعمده لوحدها واتكلم عنها. طيب انا لو عندي سلابه، عندي كاميرا، عندي قاعده، عندي سقف، اي حاجه، ما هو ده كلها ايه تنشن كنترول، فخلاص هروح مع وصلات الايه التنشن. تمام، الا في ظروف معينه مثلا عند الركيزه، مثلا في الحديد السفلي، في الكاميرا، يعني في ظروف معينه وهنشرح الكلام ده قدام. الكومبريشن سبلايس بستخدمها امتى؟ لما يكون عندي مثلا اكسيال لودد قلم، عمود مثلا عليه حمل محوري ضغط فقط، فاشاره العمود مع السيخ الجديد اللي في الدور اللي بعده دي مثلا بحسبها بالكومبريشن سبلايس، او اشير القاعده اللي طالعه مع اسياخ العمود لو كان برضو الحمل اكسيال لودد كومبريشن، في الحاله دي هستخدم الكومبريشن سبلايس. فهي دي الاستخدامات اللي بستخدمها للتنشن مثلا او الكومبريشن، ده الدارج يعني. الاعمده بقى الكود اتكلم عنها لوحدها عشان خاطر هي فيها شويه ايه اختلافات. طيب اذا كان العمود عمود عليه اكسيال لود، يعني العمود انا عارف ان هو عليه اكسيال لود، الكود قال لي اعمل ايه؟ خلاص، الكود قال لي لو كان عندك الفورس ديو تو فاكتور لود از كومبريسيف، خلاص في الحاله دي ان انت هتستخدم كومبريسيف لاب سبلايس، يعني مسموح لك تستخدم كومبريسيف لاب سبلايس، ده في الاعمده. It shall be permitted to decrease the compression lab splice. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي احنا شرحنا من شويه الكومبريسيف لاب سبلايس، اذا كان العمود عليه كومبريشن وانت ضامن ان عليه كومبريشن بس، في الحاله دي روح استخدم الكومبريشن لاب سبلايس. بس الكود بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الاعمده احنا ليك حق انك انت تخفض اللاب سبلايس، تمام؟ طبقا للبند ايه او بي، بشرط ان الوصله تكون على الاقل 30 سنتي. طيب عايزين نفهم ايه وبي؟ انا كل ده بتكلم عن الايه، عن العمود في حاله الكومبريشن. يبقى العمود في حاله الكومبريشن بعد ما حسبت ال سبلايس عايز اخفض اذا كان ينفع التخفيض. طب اخفض ازاي؟ قال لك لما بيكون عندك تايت كلام. يعني ايه تايت كلام؟ يعني العمود محاط بكنات عاديه، تمام. فهو بيقول لك اذا كان وير تايت ثرو اوت ذا لاب سبلايس لينث هاف ان افكتيف اريا نوت ليس ذان 0.0 015 HS in both directions، في الاتجاهين الاثنين
لابس بلايس لينس شال بي بريميتد تو بي مالتبلايد باي 0.83، يعني تضربها في 3 ميم 100 تصغرها. طب انا مش فاهم حاجه، هقول لك. هاجي على الكانه، اذا كان مساحه مقطع الكانه في الاتجاه معين تمام ما بيقلش عن 15 من 10000 مضروب في بعد العمود في هذا الاتجاه مضروب في السبيسنج ما بين الكانات تمام، في الحاله دي اقدر ان انا اقول الدايركشن ده اوكي. بعد كده اروح على الدايركشن الثاني واطبق نفس الموضوع. والله يا باشمهندس ما انا فاهم اي حاجه. طب تعالى ما افهمك بالراحه. في هنا الكود الامريكي عامل لك ما شاء الله صوره فيها مثال واضح جدا. انا عندي عمود H1 في H2، وزي ما انتم شايفين كده في كنه صندوق من بره في كنه داخليه كده، وحاططهم لك بلون مختلفين. فهو بيقول لك ايه، هاجي على الدايركشن 1 اللي هو في اتجاه ال H1، هجمع مجموع مساحات مقاطع الكنات. يعني عندي كنه 2 3 4 خلاص، عندي مساحه مقطع الكنه اضربه في 4 صح، الاربعه اي بي اللي هو الاريا اوف بار تكون اكبر من او تساوي 15 من 10000 ال H1 اللي هو طول البعد ده في الاس، الاس اللي هي ايه السبيسنج ما بين الكنات. وبعد كده اروح على البعد 2 هقول 2 اي بار. ليه هنا قلت 4 وهنا قلت 2؟ عشان لما اخد سيكشن كده هقابل فرعين بس، هنا في اربع فروع لكن هنا في فرعين، فرعين للكان يعني تو برانشز. بعد كده برضو هاخد الفرعين دول مساحه مقاطعهم اكبر من او يساوي 15 من 10000 اتش 2 في الاس اللي هي السبيسنج ما بين البار. اذا اتحقق الشرط في الدايركشن 1 والدايركشن 2 الاثنين مع بعض، لانه بيقول لك ان بوث دايركشنز، في الحاله دي يا ريس ممكن يقول لك ايه، اتفضل اضرب اللاب سبلايس بتاعت الكومبريشن اللي حضرتك حسبتها اضربها في 83%. طيب بعد كده بيقول لك لو كان في البي بقى، لو كان سبايرال كلام، طبعا احنا عارفين قصه السبايرال دي ايه، اللي هي الكنات الحلزونيه تمام. الكنات الحلزونيه في العمود لو محقق شروط اللي هو البند 25 7 3 25 7 3 ده اللي هو بند الكود، بند الكود في الباب ال 25 اللي بيختص في موضوع السبايرال. لو انت محقق اشتراطات السبايرال طبقا للكود، وهنشرح ان شاء الله اشتراطات السبايرال دي بعدين في المحاضره اللي يمكن اللي جايه ان شاء الله، ففي الحاله دي تقدر تخفض بنسبه 75%. يعني انا هخفض 83% لو عندي تايد وتحقق الشرط بتاع البوز دايركشن ده، ولو كان عندي سبايرال متحقق اشتراطات الكود في الحاله دي تضرب الايه القيمه دي في 75%. كل اللي انا برغي فيه ده لو كان كومبريشن. عايزين ناخد ملحوظ، ناخد بالنا من ملحوظه. شايفين البند 10 يعني ايه؟ يعني ده مش في الباب ال 25. الوصلات بتاع الاعمده دي في الكود الجديد موجوده في الباب العاشر اللي هو باب الاعمده. اما في الكود 2011 كان الكلام ده موجود في نفس الباب رقم 12 بتاع اللي هو السبلايسز والحاجات دي. لكن في الكود الامريكي نظم الكود شويه فبدا حط كل حاجه في مكانها. فجمع الاعمده حط تفاصيلها ايه؟ والحاجات دي. عشان بس تبقوا واخدين بالكم، عشان ما تروحوش تدوروا في الباب ال 25 وما تلاقيهاش. طيب يا باشمهندس دلوقتي انت كل ده بتتكلم عن العمود في الكومبريشن، يبقى الكونكلوجن ان انت في العمود لو عليه كومبريشن احسب ال دي بتاعت الكومبريشن، ولو كان تايد اروح اشوف الشرط متحقق ولا لا عشان اخفض، ولو كان سبايرال اشوف الشرط متحقق ولا لا عشان اخفض. طب ايه رايكم ناخد مثال؟ طيب طبعا مثال برضو من كتاب الدكتور نصر. فانا دلوقتي بيقول لي ان انا عندي عمود محمل بضغط اكسيال لودد، والعمود ده 45 في 30 خلاص، والعمود ده متسلح بست سياخ قطر 22. انا عايز احسب اللاب سبلايس بتاعه العمود، الاشاره بتاعه العمود مع الدور اللي جاي. اشاره العمود عاديه جدا زي ما احنا كلنا بنوصل الاعمده بالاشاير. احسب طول الوصله دي ازاي تمام. طبعا هو بيقول لك ان الاف فيلد ب 400 والاف سي داش ب 30 ماشي، والكانات فاي 10 كل 25 سم. طيب العمود اكسيال لودد، يبقى هروح على طول على ايه؟ على بند الكود اللي احنا شرحناه من شويه اهو، بند الكود بتاع الكومبريشن، بند الكود بتاع الكومبريشن اللي هو كان بيقول. فهروح للكومبريشن سبلايس واخد منها الايه الشرط. فانا عندي هنا ايه الاف يلد لو اصغر من او تساوي 420 هروح للمعادله 71 من 1000 اف يلد في الدي في البي. فاروح تاني للمثال بتاعي تمام، وهاخد المعادله بتاعه ال 0.071.
عندي اول حاجه ال LSC اللي هي طول الوصله بتاعت الكومبريشن بتساوي 71 من 1000 في الاف فيلد اللي هي كانت ب 400 ب 400 مضروبه في 22 اللي هو قطر السيخ، طلعت الوصله 624.8 من 10 مللي. تمام. بعد كده عايز اشيك على الشرط اللي قاله الكود، هل هقدر اعمل تخفيض ولا لا. فاول حاجه هحسب مساحه مقطع الاسياخ في الاتجاه واحد وقارنها بالايه، بالمعادله بتاعت الكود. مساحه مقطع الاسياخ هنا بتساوي ايه؟ 2 في مساحه مقطع السيخ ال 10 مللي اللي هو قطر الكنال، لان انا في الدايركشن 1 في اتجاه ال 30 سنتي عندي فرعين كنبس، فهقول 2 في 78 ونص، حيث انا 78 ونص هي ايه مساحه مقطع السيخ ال 10 مللي، طلعت 157. يبقى ده ايه؟ مساحه مقطع الكنب في الدايركشن ده. اقارنها بايه؟ ب 15 من 10000 في الاتش اللي هي بعد العمود في هذا الاتجاه في الاس اللي هي المسافه بين بين الكنات اللي هي ال 25 مللي. طلع الرقم معايا 112 ونص. ال 112 ونص طلعت ايه؟ اصغر من 157، هو الكود قال اصغر من او يساوي. صح؟ اهو اصغر من او يساوي. الرقم ده يكون يعني الاي بي اكبر من او يساوي، يعني الرقم ده هو الصغير، يبقى الرقم اللي هو الاي بي مساحه الكنات تكون اكبر، فهنا عندي مساحه الكنات ايه؟ طلعت فعلا هي الاكبر. خلاص؟ 157 اكبر من 112. هكرر العمليه الناحيه الثانيه، عندي في الاتجاه الثاني كام فرع؟ 1 2 3 4، هنا هيقابلني اربع فروع كانه، هضربها في ال 78 ونص طلعت 314، اقارنها في 15 من 10000 مضروبه في البعد 450، البعد في الاتجاه ده مضروبه في 250 مللي، هديني في الاخر ايه؟ إيه برضو رقم اصغر من الايه اللي هي الاي بار او الدايمتر اوف بار. في الحاله دي اتحقق عندي في التو دايركشنز الشرط، هقدر في الحاله دي اعمل ريدكشن بنسبه 83%، فهاخد الرقم ده 624.8 اضرب في 83%، اداني في الاخر 518 وشويه، يبقى انا ممكن اعمل سبلايز بقيمه 52 سنتي على الاقل. ده طول السبلايز في الكومبريشن، اظن سهله خالص. طيب فهمنا بتاعه الكومبريشن ان شاء الله. طيب بعدين يا باشمهندس نيجي بقى على التنشن، نيجي على التنشن. في حالة التنشن الكود بقى قال لي ايه؟ حاسب العمود لما بيكونش سلوكه كومبريشن، يبقى انت في الحالة دي دخلت في الايه؟ الانتر اكشن دياجرام. طبعا الناس اللي ناسية، الانتر اكشن دياجرام ده لما بيكون القطاع عليه قوة وعزم، في الحالة دي انت بتدخل في حاجة اسمها الانتر اكشن دياجرامز، والانتر اكشن دايجرامز دي بتدخلها على حسب مقاومه الخرسانه. تمام، بتلاقيها طبعا موجوده في اي ديزاين ايدز، في اي كتاب، كلام من ده، على حسب طبعا الكود اللي انت بتشتغل بيه. فبتطلع الانتر اكشن دايجرام، بيكون عندك دايما زون 1 وزون 2 وزون 3. زون 1 بتكون كومبريشن زون. خلاص. طب افرض ان انت دخلت في الانتر اكشن دايجرام طلعت في كومبريشن زون، في الحاله دي هتعمل نفس اللي عملته هنا. طيب دخلت في الانتر اكشن دايجرام طلعت في الزون اللي في النص هنا، هنا بقى الكود يجي يقول لك ايه؟ دخلت في التنشن. التنشن له حالتين، زون 2 او زون 3. الزون 2 اللي هي بيكون فيها التنسايل باور ستريس اقل من او يساوي نص اف فيلد، ده لو انت طلعت هنا. في الحاله دي بيقول لك لو دخلت في الزون 2 دي تعمل ايه؟ لو كنت انت خالف الوصلات بنسبه 50% والمسافه ما بين الوصله والوصله التي تليها فروم سنتر تو سنتر على الاقل ال دي، في الحاله دي ايه؟ هتروح للكلاس ايه؟ مين يا عم الكلاس ايه؟ الله، اللي احنا كنا شرحناها في التنشن. ما انا دخلت تنشن بقى، خلاص دخلت تنشن يبقى يسري عليك التنشن ده. انا بالظبط بالظبط ماشي على نفس شروط التنشن. مش شروط التنشن بار، كان الكود قال لنا انك تخلف الوصلات على الاقل بنسبه ماكسيمم يعني 50% يكونوا في نفس القطاع. تمام، وتكون استجرد. بس هنا الفرق ان الكود حدد لك ان الاستجرد مسافه ال دي، هناك ما كانش بيحدد لك استجرد والمسافه بين الاسياخ قد ايه، لكن هنا قال لك المسافه من سنتر الوصله وسنتر الوصله الاستجرد التي تليها على الاقل ال دي، على الاقل قيمه ال دي. تمام، حلو قوي. يبقى في الحاله دي ايه؟ تروح لكلاس ايه وتحسب الوصله بالتنشن عادي جدا جدا كلاس ايه. طيب ما طلعش شرط من الشرطين دول متحققين، رحت لكلاس بي. طيب رحت للزون 3 يبقى برضو رحت للايه؟ للكلاس بي. اكرر تاني، لو العمود عليه كومبريشن مشينا بطريقه الكومبريشن، العمود عليه تنشن دخلنا في الانتر اكشن دايجرام، طلعت في زون 1 يبقى كومبريشن برضو وهكمل في نفس الخطوات، طلعت في زون 2 يبقى هروح اشوف انا ايه، كلاس ايه ولا كلاس بي.
لو محقق الشرطين مع اختلاف ان انا عندي هنا سبيسنج ال دي مينيمم ما بين السنتر سبلايسز اروح لكلاس A، مش محقق الشروط كلاس B. طب جيت في الزون 3 يبقى كلاس B. طيب لو انا عندي دلوقتي عمود، انا برضو مش فاهم يا باشمهندس، يعني انا مش فاهم اللي بيحصل. انا دلوقتي فعليا ايه اللي بيحصل؟ فعليا وانا بصمم العمود بيكون في لود كومباينيشنز، انا عندي 100 لود كومباينيشن مثلا، فباخد الام والان اللي طلعوا لي من كل لود كومباينيشن وباخدهم واحده واحده، تمام؟ بحط بقى ايه الانتراكشن دايجرام، ممكن الاقي كل الانتراكشن دايجرام جايين في الضغط، ممكن الاقي اكتر من انتراكشن دايجرام، لو واحده منهم جت، لو ممكن سوري الاقيها في اكتر من زون، يعني ممكن الاقي هنا، ممكن الاقي هنا، لو واحده منهم بس دخلت في منطقه الزون 3 يبقى خلاص، يبقى انت رحت لكلاس بي، يبقى هتصمم العمود كله على ايه؟ هتعمل السبلايس كلها على ايه؟ على كلاس بي. مظبوط الكلام؟ طيب تعالوا برضو ناخد ايه مثال. انا دلوقتي عندي تنشن، عمود عليه تنشن، فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي عمود مربع 40 في 40، الحديد بتاعه 4 في 25، حلو قوي، وعندي هبصل الحديد الاسياخ دي بنفس الاسياخ برضو 4 في 25 فوق. انا عايز احسب اللاب سبلايس، مع العلم ان الكانات كل 40 مللي، طبعا انا اشوف الكانات فين في منطقه الوصله، الكانات كل 40 سم كانه، تمام، كل 40 سم ايه كانه، وان الكانات دي 10 مللي، حلو قوي. الكفر 40 مللي، هو هنا بيقول الاف فيلد ب 414 والاف سي داش ب 28 ميجا باسكال. هو بيقول لك ان انا العمود ده لما صممته كان عندي 3 لود كومباينيشن، مديني الام والان في كل حاله، في كل كومباينيشن من الثلاثه. فبعد كده رحت داخل في الانتراكشن دايجرام، طبعا ايه دي برضو الصوره دي برضو ناخدها من الكتاب، تمام. فهو ايه، لو انت جبت الانتراكشن دايجرام وجربت بنفسك هيطلع معاك نفس الوضع، ان في الكومباينيشن 1 جت في زون 1، الكومباينيشن 2 جت في زون 2، الكومباينيشن 3 جت في 3، طبعا بغض النظر عن ترتيب الارقام ماشي مع ترتيب الكومباينيشن ده بالصدفه يعني. فيبقى عندي زون 3 دي هي الورست كيس سيناريو، يبقى انا هشتغل على الورست كيس سيناريو اللي هو الكلاس بي واحسب وصلتي. طب احسبها ازاي يا باشمهندس؟ ما خلاص بقى، ما احنا قلنا دخلنا في التنشن، ولما دخلت في التنشن بيقول لك اشتغل كلاس A او B وهتحتاج ال LED. طب ال LED احسبها منين؟ من المعادله اللي في الاول خالص اللي هي دي، براحتك بقى، عايز تشتغل بالسمبليفايد، عايز تشتغل بالمعادله الطويله، احنا اللي يريحك، احنا هنشتغل مثلا بالمعادله الايه؟ الطويله. وبعد ما احسب ال LED من المعادله الطويله هضرب واحد، هضرب ال LED دي في 1.3 اجيب الايه؟ اللاب سبلايس اللي انا عاوزه، هي دي القصه. طب تعالوا بقى، اول حاجه الاب سي تي، الناس اللي نسيت اللي هو بتاع الايه، انت الحديد بتاعك علوي ولا سفلي، تمام. ده كان في حاله الهوريزونتال، انا عندي العمود حديده بيكون فيرتيكال، يبقى على طول اخد الاب سي تي بواحد، ما اروحش بقى ادور انت علوي ولا سفلي والكلام ده، الكلام ده في الحديد الهوريزونتال بس، فالاب سي تي في الاعمده بتكون بواحد. طيب الاب سي اي ده ما قاليش، ما جابليش سيره ان هو كوتد بار، هو يبقى هو ان كوتد، يبقى اذا الاب سي اي بواحد خلاص. وشرط الكود ان الاب سي تي في الاب سي اي المفروض تكون اقل من او تساوي 1.7، هما كده كده المضروب بتاعهم بواحد. الابساي اس لو كنت 22 فيما فوق هتبقى بواحد. طيب الابساي جي اللي هي بتاعت الجريد، طالما ان الجريد بتاعتك ما زادتش عن 420 ميجا باسكال في الحاله دي تاخدها بواحد. اللامدا بواحد لان الكونكريت ما قاليش انها ايه، لايت ويت، يبقى المعاملات بتاعتي كلها طالعه ايه، بواحد خلاص، اعوض في المعادله. لكن الاول محتاج احسب بقيه المجاهيل. السي بي تعالوا نفتكر مع بعض، السي بي طبعا ده احنا بناخد مثال على الايه، على التنشن ال دي بالمره، التنشن ال دي والسبلايس والسبلايس بتاعت التنشن، يعني احنا كده ايه، اخدنا في الاعمده امثله عشان خاطر برضو الناس اللي ايه بتحب الامثله كتير. فهو طبعا كان distance from center to center of bar، سوري ديستنس فروم سنتر اوف بار تو ذا نيرست كونكريت سيرفيس، اللي هو من الكفر لحد نص السيخ. فانا عندي الكفر 40 مللي اهو، الكفر 40 مللي وعندي سيخ 10 سم، يبقى عندي كده ايه 50 مللي زائد نص قطر سيخ، طلعت ايه 62.5. بعد كده المسافه من سنتر لسنتر السيخ، سنتر لسنتر السيخ مقسومه على ايه؟ على الاثنين. طيب هنا الوضع في الاعمده بيكون ايه؟ بيكون دي الاسياخ، تمام، وبيكون في الاسياخ الجديده، يعني انا عندي السيخ الجديد،
السيخ القديم بيكون جوه مثلا بالشكل ده، والسيخ القديم بيكون بره. ده الايه الديتيلنج الصح يعني طبقا للكود الامريكي، او المفروض طبقا لاي كود يعني. فانا دلوقتي عندي الاسياخ بتكون ايه، هي الاسياخ الايه الخارجيه، فممكن ان انا ايه اقدر احسبها، فطلعت مثلا تقريبا حوالي 112 مللي، فهاخد ال 62 ونص اللي هي STB. طبعا ال 112 مللي دي ايه تقريبا يعني، انت لو حسبتها بالظبط هتطلع مختلف خلاص. ففي الاخر كده كده طلعت السي بي هتطلع، هي كده كده هتطلع الايه، هي الايه الاصغر في الحاله بتاعتنا في المثال بتاعنا ده. فانا بناء عليه اخترت السي بي ب 62 ونص. عايز احسب الايه الكي تي ار، ومعنى ان انا عايز احسب الكي تي ار يبقى عايز السبيسنج. السبيسنج بتاعت ايه، بتاعت الكونفاينمنت اللي هي الايه، اللي هي الكانات، الكانات اللي بتحيط بالسيخ في منطقه الايه ال ال دي او منطقه الوصله يعني، يعني كل 40 سم يبقى السبيسنج 400 مللي. طيب ال number of bar being developed يعني ايه، number of bar being developed ما تنساش in the plane of splitting، يعني مش الاربعه لا، plane of splitting واحد، يا ده يا ده، فبالتالي عندي اتنين بس خلاص، اتنين ايه، اتنين بار. كلام جميل. بعد كده ال ATR بقى، ال ATR بيقول لك ال area of stirrups في normal plane of splitting، يعني ايه، هاخد normal plane of splitting هنا الاقي عندي فرعين كده بس قابلوني، 2 في 78 ونص اللي هو مساحه مقطع سيخ 10 مللي 357 كده، عندي الاي تي ار والاس والان، طلعت الكي تي ار حسبتها 7.85%. عايز احسب الكونفاينمنت تيرم، السي بي عندي، كي تي ار عندي، الدي بي عندي، طلعت ب 2.8 من عشره، اكبر من 2.5 فخدتها بايه؟ ب 2.5. كده ما عادش عندي حاجه ناقصه في المعادله بتاعتي دي، لان حتى المعاملات بتاعتي كلها طلعت بواحد، السي بي طلعت ب 2.5، الاف فيلد ب 414، عوضنا طلعنا السبلايس لينس 924 و6 من عشرة، يعني ممكن تاخد 925 تاخدها متر بقى انت وانت حر، بس على الاقل تكون 925 ملي متر طول السبلايس بتاعتك. انا عملت ايه يا باشمهندس الناس اللي سرحت مني؟ يعني دخلت الانتراكشن دايجرام، لقيت نفسي ان انا عندي حاله منهم في الزون 3، على طول دخلت على التنشن سبلايس، حسبت ال ال دي بتاعت الستريت بار في حاله التنشن تمام، وانا اصلا كده كده في الزون 3 يبقى انا هاخد كلاس بي تمام. طلعت ال ال دي عادي جدا، ورحت جاي ضاربها في ال 1.3 من 10، ال ال دي طلعتها من المعادله ضربتها في 1.3 من 10، طلعت الايه السبلايس لينث خلاص. طيب دلوقتي خلصنا السبلايس، احنا كده شرحنا الايه السبلايس. في بقى حاجه، في حاجه احنا كنا سايبينها للاخر، المفروض ان احنا كنا نشرحها ال دي وبعدين نروح على السبلايس، ودلوقتي احنا قلنا ايه الكود الامريكي جمعها كلها مع بعضها، فبالتالي احنا نشرحها مع بعضها، وهي الباندلد رينفورسمنت. دلوقتي ايه قصه الباندلد رينفورسمنت؟ نتيجه لكثافه الحديد وان انت مش عايز تعمل مشكله في المسافات البينيه بين الاسياخ، فالكود بيتيح ليك انك تستخدم الباندلد بارز، وهي بتكون 2 سيخ او 3 سيخ او 4 سيخ، الاثنين سيخ طبعا جنب بعض بالشكل ده سواء فيرتيكال او هوريزونتال، الثلاثة سيخ بتكون بالشكل ده او بالشكل ده، والاربع سيخ بيكون بالشكل ده تمام. فهو ايه الكود بيقول لك ان البندل بارز شال بي انكلوزد ويذن ان ترانسفيرسال انفورسمنت، يعني انت لازم يكون البندل بارز دي لازم تكون انكلوزد ترانسفيرسال انفورسمنت، لازم تكون معمول لها ايه احاطه، ما ينفعش ان انت تقول ايه ان انا هعملها ومش هعمل لها مثلا كيانات، او مش هعمل لها كونفاينمنت خلاص. يقول لك البندل بارز ان كومبريشن ممبرز شال بي انكلوزد باي ترانسفيرس رينفورسمنت ات ليست نمبر 13 ان سايز، يعني اقل قطر كان في حاله العناصر المعرضه للكومبريشن والمسلحه بحديد عباره عن حزم بندل بارز، اللي كان على الاقل 13 مللي. يعني طبعا احنا ما عندناش قطر 13 مثلا في مصر، عندنا من بعد ال 12 عندنا في 16، في الخليج في 14، يعني هتشتغل ب 14 لو في الخليج و16 في مصر، معرفش في مصر نزلوا ال 14 ولا لسه خلاص. بيقول لك الاسياخ الاكبر من 36 ما ينفعش تتحط في البندلد بينز، البندلد ان بينز، يعني لو هتحط البندلد بارز دي في كاميرا، الاسياخ اللي داخله جوه البندلد ما فيش ولا سيخ منهم يزيد عن 36 مللي. طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي individual bars within a bundle terminated within the span of flexure member shall be terminated at different point with at least 40 dB staggered. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك
باندل، وانت عايز تعمل ترمينيشن لسيخ من الاسياخ. يعني انت جيت في مكان من الاماكن انت مش محتاج مثلا اسياخ الباندل كامله، لا انا محتاج ان انا اعمل ترمينيشن لايه، للاسياخ جوه الباندل. فهو بيقول لك ايه، بيقول لك السيخ الفردي الواحد الويذن باندل لو انا عاوز اعمل له ترمينيشن، ما ينفعش اعمل ترمينيشن لاسياخ الباندل في مكان واحد، لازم اعمل لهم ترمينيشن ستاجرد. والمسافه ما بين السيخ الحمد لله رب العالمين، ما بين السيخ الحمد لله رب العالمين، المسافه بين السيخ والسيخ الذي يليه على الاقل 40 مره قطر السيخ اللي انا بعمله ترمينيشن. خلاص، يعني ما تعملش ترمينيشن للبندل كلها مره واحده. حلو قوي. بعد كده الديفلوبمنت لينز، ما اتكلمناش بقى احنا عن ديفلوبمنت لينز في حاله البندل. هنا بقى ايه، جايب لك الديفلوبمنت لينز والسبلايس لينز. بيقول لك ايه، ديفلوبمنت لينز فور individual bars within a bundle intention or compression shall be that of individual bar. يعني انت دلوقتي لو بتحسب ال دي ل individual bar داخل جوه بندل، فانت هتعامله كانديفيديوال. خلاص، ولكن بتزود 20% في حاله الثلاث اسياخ و 33% في حاله الاربع اسياخ. يعني لو انت هتستخدم بتحسب قيمه ال ال دي، بتحسب قيمه ال ال دي في حاله الثلاثه دي، هتضرب ال ال دي بعد كده في 1.2، وفي الحاله بتاعت الاربعه تضربها في 1.33 ايه من 100، بتزود الطول بتاع اللاب سبلايس. طيب ايه تاني، A unit of bundle bars shall be treated as single bar. يعني مجموعة البندل بارز دي المفروض انها تعامل معاملة سيخ واحد. خلاص؟ As single bar with an area equivalent of that of the bundle and a centroid coinciding with that of the bundle. يعني ايه؟ بيقول لك انت المفروض تعاملهم كلهم كسيخ واحد، تمام؟ والسنترويد بتاعهم المفروض بيتواجد في السي جي بتاع الايه؟ بتاع الاسياخ دول يعني. ده السنترويد يعني كأنه سيخ واحد، مساحة مقطعه هي مجموع مساحات مقاطع هذه الاسياخ، والسنترويد بتاع السيخ ده، السي جي بتاع السيخ نفسه هو السي جي بتاع الايه؟ البندل كلها على بعض. خلاص؟ The diameter of the equivalent bar shall be used for DB in A through E. يعني دلوقتي انا هعمل حاجه اسمها الايكوفالنت بار دايمتر. الايكوفالنت بار دايمتر ده اللي احنا قلنا ان احنا بنعتبر، فرضنا هي دي البندل، هنفترض ان احنا هنعتبرهم كلهم سيخ واحد، مساحه مقطعه هي مجموع مساحات مقاطع الاسياخ، والسي جي بتاعه هو السي جي بتاع الاربع اسياخ مع بعض. ولكن عشان اعتبر الايكوفالنت بار دايمتر ده هو نفسه الدي بي، انا دلوقتي عشان احسب ال دي او عشان احسب اي معادلات هحتاج حاجه اسمها دي بي، تمام؟ فعايز بقى دلوقتي استخدم الايكوفالنت بار دايمتر هو نفسه في المعادله كدي بي. عامل الكلام ده امتى؟ لازم تحقق الخمس شروط دول. اول حاجه سبيسنج ليميتيشن بيزد اون دي بي، يعني السبيسنج ما بين الاسياخ هعتمد عليها باعتبار الدي بي اللي انا حسبتها الجديده. الكفر ريكويرمنت برضو هو السبيسنج والكفر. خلاص، سبيسنج اند كفر فاليو على حسب البند بتاع الكود اللي هو في باب 25. كونفاينمنت تيرم، تمام، الابساي اي معناها ايه؟ معناها ان انت هتحسب ايكوفالنت بار، بس لما تحسب الايكوفالنت بار تدخل الايكوفالنت بار في الخمس حاجات دول كايكوفالنت بار دايمتر، ما تدخلش بقى ايه حاجه ثانيه غير هو ايكوفالنت بار دايمتر. السبيسنج والكفر والكونفاينمنت تيرم والابساي اي كل ده يعمل كله ايه للايكوفالنت. خلاص، اخر بند في البندل بيقول لاب سبلايسز اوف بارز ان ا بندل شال ان ا بندل شال بي بيزد اون ذا لاب سبلايس لينث ريكوايرد فور انديفيديوال بار وذين ذا بندل increase in accordance with 25615 اللي هو ده. Individual bar splice within a bundle shall not overlap. Entire bundle shall not be lab spliced. الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول حاجه لما تيجي تحسب طبعا ال splice، تمام، في ال individual bars اللي هي ال individual bars اللي هي خلال البندل، المفروض ان انا ازودها في ده. احنا قلنا خلاص لو انا هاجي على سيخ من الاسياخ اللي جوه البندل، اي سيخ منهم انا عايز اعمل له ال دي، هعمل له ايه؟ هزوده بنسبه 20% او 33% لو كان 3 او 4، ولو واحد هعمله كانه ايه؟ سيخ فردي عادي، مفيش مشكله.
يعني انا عندي سيخ، عندي ثلاثه، عندي اربعه، ده ايه البند؟ هو هنا بيقول لك احترم البند ده. طب ايه تاني؟ بيقول لك individual bar splices within a bundle shall not overlap. تمام؟ entire bundles shall not be lab spliced. يعني ايه؟ يعني السيخ الفردي الواحد اللي داخل جوه بندل المفروض ما يتعملش فيه overlap، يعني ما ينفعش تعمل له ايه؟ لاب. والبندل كلها على بعضها ما ينفعش ان انت تعمل لها لاب سبلايس، يعني ما اجيش عندي مثلا بندل بتتكون من ثلاث اسياخ اوصلها مع بندل تانيه بايه؟ بثلاث اسياخ. طبعا هو الكلام سهل وشارح نفسه، بس احنا لازم ايه نقوله يعني ايه عشان يبقى عندنا فكره عن البندل رينفورسمنت. طبعا انا برضو بكرر ان انا ببسط قوي قوي قوي، فالناس ممكن تحس ان انا ممل، بس هو التبسيط دوت بس عشان الناس اللي هم لسه جداد في الموضوع. طبعا انا كده خلصت الجزء بتاع السبلايس، خلصت الجزء بتاع البندل، وان شاء الله المره اللي جايه هنخش في تفاصيل بقى التسليح. طبعا هنبدا بقى عمال نتكلم عن تفاصيل الكود وحدود الكود لايه للاسياخ المختلفه، هنحاول نلم منها اللي ربنا يقدرنا عليه خلال الكورس ده، الحاجات المهمه على الاقل. وان شاء رب العالمين ربنا ان شاء الله يوفقنا في اللي جاي، ويا رب تكون المحاضره واضحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.